صباح الخير، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب السنة الجديدة تبقى سنة سعيدة عليكم. الفيديو ده مخصص لتالتة إعدادي، واحنا فاضل لنا يونت 9 وآخر تشابتر في القصة بتاعتنا اللي هي بلاك بيوتي. النهاردة إن شاء الله هناخد يونت 9 وهناخد الجرامر بتاعها اللي هو عبارات الوصل. بس قبل ما ندخل على الجرامر اللي هو عبارات الوصل، في شوية حاجات مهمة محتاجين نبص عليها. عندنا 3 كلمات محتاجين نبص عليهم. الكلمات دول يعتبروا قريبين من بعض شوية، لكن في فروقات في المعنى بينهم محتاجين نتعرف عليه. أول حاجة عندنا هي trip. قال لي trip دي رحلة قصيرة، زي مثلا لما أقول business trip يعني رحلة عمل ممكن تاخد لها مثلا يوم أو أقل من يوم. عندنا journey. journey يعني رحلة طويلة، زي في القصة اللي احنا عارفينها كلنا، هي journey to the center of the earth، اللي هي رحلة إلى مركز الأرض. طبعا دي خدت وقت طويل، فعشان كده استخدمنا كلمة journey معاها لأن هي رحلة طويلة. بعد كده عندنا tour. tour يعني جولة، زي مثلا لما أقول we were given a tour of the city، يعني أخدنا تور اللي هي جولة في المدينة. جولة بتنزل تلف تشوف معالم المدينة، أو زي مثلا لما أقول جولة سياحية وهكذا. عندنا blind, deaf and dumb. blind يعني شخص كفيف، deaf أصم ما بيسمعش، dumb يعني أبكم ما بيتكلمش. دول adjectives يا ولاد، يعني صفات. عندنا بعد كده beach و shore و bank. beach يعني شاطئ، و shore يعني شاطئ برضو. طيب ايه الفرق بينهم يا مستر؟ beach شاطئ اللي هو البلاج، اللي هو المكان اللي بننزل نقعد فيه نستمتع بالمية، نستمتع بأشعة الشمس. طيب shore ده شاطئ، ولكن بيستخدم اكتر مع المكان الفاصل بين اليابس وبين المية. يعني ممكن مثلا ميناء، الميناء دي تعتبر شور لان هي بداية اليابس، لكن مش مكان بنقعد عليه نستمتع بالرملة بتاعته والمية، مش هننزل مية هناك. بانك يعني ضفة النهر. يعني ايه مثلا لما اقول the bank of the river Nile، يعني ضفة نهر النيل، الضفاف اللي هي الجانب بتاع النهر. بعد كده بيقول لي عندنا كلمات. الكلمات دي ممكن تكون في اللغة العربية ليها جمع، ولكن في اللغة الإنجليزية ملهاش جمع، يعني دايما تستخدم في صيغة المفرد. زي ايه؟ زي نيوز اللي هي الأخبار، equipment المعدات، information معلومات، paper اللي هو الورق. خد بالك ان الكلام دول، يعني مثلا عندنا في العربي ممكن نقول نيوز، عندنا في العربي ممكن نقول الخبر مفرد، وممكن نقول اخبار ده الجمع بتاعه، ممكن نقول معلومة في اللغة العربية، اما في الجمع بتاعها معلومات، يبقى اذا هي ممكن تبقى مفرد وجمع في اللغة العربية. اما في الانجليزية هي دايما بتستخدم في صيغة المفرد، يعني لما اقول information اقول information is، سواء انت كنت تقصد معلومة واحدة او معلومات كتير. نفس الكلام مع news اللي هي الخبر او الاخبار، هنقول دايما news is. طيب دلوقتي يا ولاد تعالوا ندخل على الجزء بتاع الجرامر. والجرامر عندنا هو عبارات الوصل. طيب ايه هي عبارات الوصل؟ بشكل مبسط كده، عبارات الوصل هي عبارة، عبارة الوصل هي عبارة بتبدأ بضمير وصل. طيب أهميتها إيه؟ أهميتها إن هي بتدينا معلومات أكتر عن الاسم أو الحاجة اللي بنتكلم عنها. وخد بالك إن عبارات الوصل بتبدأ بضمير وصل. طيب احنا قلنا عبارات الوصل بتبدأ بضمير وصل، ايه هم ضمائر الوصل يا اولاد؟ ضمائر الوصل هم who, that, which, when, and where. طيب تعالوا نبدأ
بهو، وبيها هنفهم عبارات الوصل بشكل أكتر بشكل أوضح. بيقول لي هو ده ضمير وصل ومعناه الذي أو التي أو الذين، ودي بنستخدمها مع الفاعل أو المفعول العاقل يعني الإنسان. في المثال بيقول لي This is the man. He lives next to our house. يعني This is the man، هذا يكون الرجل. He lives في الجملة التانية بقى، He lives next to our house، يعني هو بيعيش next to our house، في البيت المجاور أو جنب بيتنا يعني. طيب في المثال ده في المثال ده أنا عندي جملتين، والجملتين دول عايزين نربطهم ببعض ونخليهم جملة واحدة. ليه عايزين نخليهم جملة واحدة؟ قال لي علشان هما الاتنين بيتكلموا عن حاجة واحدة. ايه هي الحاجة واحدة؟ الرجل اللي انا بتكلم عنه. خد بالك ان الجملة التانية فيها معلومات اضافية للرجل اللي بتكلم عنه في الجملة الاولى. في الجملة الاولى قلنا this is the man، هذا يكون الرجل. طيب ماله الرجل ده؟ قال لي he lives next to our house، بيعيش في البيت المجاور. طيب هنعملها ازاي يا مستر؟ هنقول this is the man، يعني هذا يكون رجل. طيب انهي رجل او مال الرجل ده؟ عرفه لي اكتر، اديني شوية معلومات تانية توضح لي انهي رجل انت بتتكلم عنه او مال الرجل ده. قال لي ايه؟ قال لي الرجل ده بيعيش في المنزل المجاور او بيعيش جنبنا. طيب هتبقى ازاي؟ هتبقى this is the man هو الذي lives next to our house، يعني هذا يكون الرجل الذي يعيش جنبنا. خد بالك ان احنا بنحذف الجزء اللي بيعود على الاسم اللي بنتكلم عنه. بمعنى ايه؟ في عبارة الوصل اللي هي who lives next to our house، احنا حذفنا الضمير هي، علشان الضمير هي بيتكلم عن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه او بيتكلم عن الاسم اللي احنا بنتكلم عنه، تمام؟ فانا مش محتاج ان انا اكرره. وهنا هو هي حلت محل هي، فاذا احنا مش محتاجين نكتبها، يعني ما تقولش هو هي ولا هي هو، لا this is the man، شيل هي بقى خالص وقول هو lives next to our house. زي ما قلنا ان عبارة الوصل هنا هي who lives next to our house، هي عبارة جت علشان تدينا معلومات زيادة عن الرجل اللي انا بتكلم عنه او عن الاسم بقى بشكل عام اللي انا بتكلم ايه عنه. زي ما قلنا ان عبارة الوصل هتبدأ بضمير وصل، وضمير الوصل هنا هو هو. طب ليه يا مستر استخدمنا هو؟ علشان احنا بنتكلم عن الرجل، والرجل ده هو عاقل، اسم عاقل، تمام؟ لان هو انسان. طيب تعالوا بعد كده ندخل على which، وقال لي which معناها الذي او التي او الذين، ولكن بتستخدم مع الاسم الغير العاقل. المثال بيقول this is the lorry، يعني هذا يكون اللوري، عربية النقل. الجملة التانية بتقول it hit the bus، يعني it هي اللي هو او هو اللوري ده hit خبط the bus الاتوبيس. طيب انا دلوقتي عايز اربط الجملتين دول واخليهم جملة واحدة. طيب هعملها ازاي؟ هندور على ضمير وصل يمشي مع الحاجة اللي احنا نتكلم عنها في الحالة دي هي اللوري. طيب اللوري ده ايه؟ غير اسم غير عاقل، يعني مش هينفع نستخدم هو، اذا هنستخدم which، عشان which بتستخدم مع الاسم الغير العاقل. فهقول this is the lorry، هذا يكون اللوري. انهي لوري او ماله اللوري ده؟ which الذي hit the bus، الذي خبط الاتوبيس، تمام؟ وبرضو زي ما اتعلمنا في هو، احنا مش هنكتب الكلمة اللي بتعود على اللوري في الجملة التانية او في عبارة الوصل، مش هكتبه تاني. يعني هقول this is the lorry
which الذي، ما تقولش بقى it خلاص انتهى، which hit او الذي خبط الاتوبيس. تمام، فهنا which حلت محل ايه؟ الضمير بتاع اللوري اللي كنا بنتكلم عنه. ندخل دلوقتي على when. when معناها عندما، بنستخدمها مع الزمان يعني مع الوقت. بص المثال بتاعنا هيوضح لنا اكتر. قال لي رمضان is a special month، يعني رمضان يكون شهر مميز. الجملة اللي بعدها بتقول we fast in رمضان، يعني احنا fast يعني يصوم، احنا بنصوم في رمضان. دلوقتي انا عايز اربط الجملتين دول مع بعض واخليهم جملة واحدة. طب انا هعمل كده ازاي؟ هستخدم حاجة اسمها عبارة الوصل، وعبارة الوصل دي بتبدأ بضمير وصل. ضمير الوصل عندنا احنا بنتكلم عن رمضان، رمضان ده وقت. طيب ايه ايه الضمير الوصل اللي بيستخدم مع الوقت؟ قال لي when. يبقى رمضان is a special month، رمضان يكون شهر مميز. when عندما we fast، احنا بنصوم. وخد بالك ان احنا مش هنكرر رمضان تاني، لان احنا استخدمنا when اللي هي معناها عندما، اللي بتتكلم عن او اللي بتحل محل الوقت اللي هو شهر رمضان المبارك، فهنستخدم when مكانها. يبقى when we fast، مش هنقول بقى خلاص مش هنكتب هنا شهر رمضان تاني، فهنقول when we fast، عندما احنا بنصوم على طول. طيب ضمير الوصل اللي بعده اللي هو where. where معناها حيث، حيث اللي هي where بتستخدم مع المكان. طيب خدوا بالكم يا ولاد، قبل ما ندخل على وير في جزئية محتاجة اقولها لكم، اللي هي احنا ممكن نستخدم which مع او بدل when، ونستخدمها مع الزمان برضو. طيب هستخدمها ازاي؟ which لو هستخدمها مكان when لازم احط قبلها preposition، يعني حرف جر يوافق الوقت اللي انا بتكلم عنه. مثلا في الحاله بتاعتنا بيقول لي رمضان is a special month، يعني رمضان يكون شهر مميز. بدل ما اكتب when ممكن اقول in which اللي فيه we fast، يبقى in which معناها اللي فيه احنا بنصوم. طب ليه يا مستر اشمعنى استخدمنا in هنا؟ ليه قلنا in which؟ ليه ما قلناش on which at which؟ علشان الشهر بيجي معاه حرف الجر in. يعني مثلا لو كان عندي يوم، يوم من الايام، فهقول ايه؟ بدل ما اقول in which هقول on which، لان مع الايام احنا بنستخدم البريبوزيشن on، وهكذا. ندخل دلوقتي على where. where معناها حيث، بنستخدمها مع المكان. تعالوا نشوف المثال اللي عندنا. بيقول لي I went to Giza، انا رحت الجيزه. الجملة الثانية I saw the pyramids there، يعني أنا رأيت الأهرامات هناك. تعالوا نربطهم، هقول I went to Giza، أنا رحت الجيزة. where حيث I saw the pyramids، أنا رأيت الأهرامات. وهنا كمان أنا ممكن أستخدم which وقبلها preposition مناسب أو حرف الجر المناسب. طيب ممكن أقولها إزاي؟ جيزة هنا ده مكان، مكان كبير، فأنا هستخدم حرف الجر in، فهقول I went to Giza in which اللي فيها I saw the pyramids، وما استخدمش there، ما كررهاش ولا مع where ولا مع in which. ليه؟ لأن there هي كلمة بتعود على الحاجة اللي أنا بتكلم عنها، وهنا أنا استخدمت where، فخلاص أنا مش مضطر بقى استخدم الكلمة دي تاني اللي هي there. آخر حاجة عندنا هي هوز. هوز بتستخدم للملكية، و بتستخدم للملكية ويجي بعدها الاسم المملوك. تعالوا نشوف المثال اللي عندنا. بيقول I helped the woman، أنا ساعدت المرأة. The woman's arm is broken، يعني ذراع هذه المرأة أو هذه السيدة يكون مكسور. طيب هنربطهم ازاي؟ هقول I helped the woman whose arm، هنا بعد whose انا استخدمت
الحاجة اللي بتملكها أو الحاجة اللي هي ملك هذه السيدة اللي هو arm، وبعد كده كملت قلت is broken، يبقى I help the woman whose arm اللي دراعها، يبقى whose arm التي ذراعها is broken يكون مكسور. وبكده نكون خلصنا الجرامر بتاعنا اللي هو عبارات الوصل. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي التالت إعدادي هيكون مخصص لآخر تشابتر في القصة بتاعتنا اللي هي بلاك بيوتي، وأشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.